تمتعي بأنوثة ساحرة مع عطر الديليسا والمصمم خصيصاً لرمز الأنوثة والجمال إليسا. الديليسا عطر ذو رائحة أخاذة، فهو مزيج بين رائحة الفواكه والزهور والعطور الشرقية. الديليسا مقدم من أفخم بيوت العطور الفرنسية جورج ستال. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك. سبت أنا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك. يفتتح العطر بمزيج من روائح الفواكه ما بين نضارة اليوسفي المعزز بحلاوة التفاح الأخضر ونعومة الخوخ. أما جوهر العطر فهو يحتوي على باقة من الزهور تتألف من زيت الياسمين الممزوج مع الليمون وزهرة البلدان. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع لي. مع إضافة اللمسة الشرقية بإضافة أغلى أنواع المسك والعنبر لتجعل من الديليسا عطراً عصرياً يجمع بين رائحة الفواكه والزهور المنعشة وأصالة وقوة العطور الشرقية. دللي أنوثتك الساحرة مع عطر الديليسا. بكل حب وشغف اختارت الفنانة إليسا العطر الخاص فيها لتقدمه لجمهورها بالعالم العربي. هالعطر مميز جدا كونه هو مزيج بين رائحة الفواكه الأزهار وأهم شيء سحر العطور الشرقية. إليسا اختارت تقدم لنا هالعطر بتصميم بسيط جدا وإنما أنيق جدا كونه بيعكس شخصيتها. مشاهدينا اليوم رح نقدم لكم بعالم التسوق العطر اللي بإمضاء إليسا واسمه الديليسا، عطر مميز جدا بفضل تركيبته الغنية بمكونات هي غنية ثمينة ونادرة جدا واللي هي بتعكس الحالة اللي كانت عايشتها إليسا وقتها اللي اختارت هالمكونات وقررت تعمل هالعطر. نحن اليوم بعالم التسوق بيسعدني أن أقدم لكم عرض حصري، باكج حصريا رح تكون موجودة لكم ببرنامجنا وهي جيفت سات. رح افتحها لتشوفوها معي. وقت اللي بتطلبوا الديليسا بتحصلوا على هالجيفت سات اللي بتحتوي على زجاجة العطر بسعة 100 مليلتر بالإضافة للبادي لوشن أو المرطب بسعة 200 مليلتر. هلا الجيفت سات هي رائعة بالفعل، عم قلكم مش بس لأنه شكلها حلو وهيك خارج أنه نهديها للأشخاص اللي بيكونوا عن جد كتير منحبهم، وإنما رح تحصلوا عليها حصريا من عالم التسوق. قصة حلوة وتفاصيل كتير بتتعلق بالديليسا رح نتعرف عليها بخلال هالحلقة من عالم التسوق، ولكن بالبداية بدي استقبل مديرة شركة لايف كوزماتكس وخبيرة التجميل عزيزة لتنضم لإلي بالاستوديو. أهلا عزيزة، كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ منيحة أنا عزيزة اليوم. أهلا فيك بعالم التسوق. مرسي، أنا اليوم كتير مبسوطة أني موجودة معكم. ونحن كمان مبسوطين فيك لأنه إحنا كتير متشوقين نعرف عن الديليسا. وأنا كتير متشوقة أني أحكي عن الديليسا. خبرينا بالبداية عزيزة، شو القصة لنعملت الديليسا؟ الديليسا اللي عملت هيدا العطر اللي كتير حلو جدا قيم كانت بحالة حب وحابة تعمل شيء يوحي عن حالتها ويضلوا ذكرى معها. وما لقيت أحلى ما أنه تعمل العطر اللي هو الديليسا. لعملت هذا العطر في كتير ناس اشتغلوا وراه لطلع هالعطر بهالرقي وبهالإنجريدينت وبهالريحة الحلوة. ريحته أصلاً هون كتير حلو عندما طالع ريحة استوديو. على فكرة بدي ألفت نظر المشاهدين لشغلي قبل ما نكمل، أنه نحن الباكج اللي كنا عم نحكي عنه هالباكج الخاصة بعالم التسوق وهي ومسكرة بتقدر تشميلها ريحتها. ايه حتى اذا بتفتحيها هلا ما ضروري ترشي العطر، بس افتحي البوكس وبتشوفي قد ايه ريحتها حلوه. شوفي ريحتها كثير حلوه طالعه يعني بدون ما ترشي من يعني البوكس. انا عم بفتح العلبه لخبر عنها المشاهدين، عن جد بالفعل بتحسي ريحه الاستوديو هيك كلها حياه، كلها ما بدي اقول كلها انوثه. كلها انوثه صح. فاذا هلا رح نبلش نحكي عن الديليسا، وبالبدايه بنحكي عن الشركه اللي صنعت هالعطر. نعم، هذا العطر اللي عملته إليسا اختارت افضل الناس ومن بيناتهم اللي هن جورج ستال، شركه فرنسويه عالميه
مشهورة بصناعة أفضل العطور وأشهر الماركت، والماركات اللي نحن هنحكي عنها موجودة كل حدنا، لكن احنا حضرنا هيدي للمشاهدين كمان ليشوفوا هن كتير مني. خليني نشوف الماركات العالمية اللي صنعوها، واللي هو جورج ستار اللي صنع العطر تاع إليسا، من بيناتهم غيرلان شاليمار، أوكي، ألور، أوبيوم، إيف سان لوران، كوكو شانيل، إستيلودر، تيري موغلر، ولوليتا لامبيكا، بريسيوس برنسس، وأرماني، وجون بول غوتيه، ولانستون دو غيرلان. وبتصور هيدول الماركات مع كتير معروفة، عشان هيك إليسا اختارت جورج ستال. عزيزة، بدي أسألك عن الأشخاص اللي اشتغلوا بالديليسا. حكينا عن شركة جورج ستال، بدي أسأل، نحن بنعرف أنه في نوز. نعم. النوز هي اللي بتكون الخبيرة اللي بتختار العطور أو المكونات لتصنيع العطر. صح. بدنا نفسر شوي أكثر للمشاهدين. مزبوط. عن النوز هي سيدة أول شيء، منه رجل. حتى تزيد الأنوثة أكثر اختارت النوز تكون ليديز، اسمها رندا حمامي، وهي اللي ساعدت إليسا إنها تختار المكونات يلي موجودة داخل العطر، وبتخيل الانجريديان لما اختارتهم مع النوز اللي هي خبيرة العطور أو الأويل هي رندا حمامي. بتفسرين لنا نحن المكونات كيف بتتدرج؟ بعرف أنه أنا في درجات ثلاث سميون. أكيد، هني في ثلاث درجات. أوكي. اول شيء في الهيد، في الهارت، وفي البيز، وهول الثلاث ليفل اللي بده يبلش فيهم العطر. هلا انا رح جرب لك على ايدك العطر. أوكي. عشان نحكي الهيد شو هو، والهارت والبيز. أوكي. بس اول شيء تفضلي نرش. ولحط لك العطر هون، ورح اقول لك بعدين ليش رح نرش العطر بهالطريقه. وإذا حبيتوا تشوفوا البطلز كتير ناعمة، ومثل ملمس رح نرجع نحكي الإيد. نعم. رح نرجع نحكي عنها بخلال هالحلقة. هلأ هيدا العطر، وأنا رح أعمل له العطر بهالطريقة. أوكي. عشان فسركم بعدين ليش إحنا عملناه هيك. خي يعني ريحة رائعة صراحة، ريحته كتير حلوة. لكن بس هلأ بدك أقدر كفي الحلقة، لأنه كل شوية بدي سر جميلة. هو الاستوديو كله ريحته إليسا. صحيح. بالفعل ريحته كتير حلوة. فإذا هيدي أول ريحة اللي بشمها. هلأ أول شيء لما بتعملي هيك بتشبي الهيد. أوكي. الهيد ما إذا بتحبي لفسرك على الهيد. بدي تفسري لي لإلي، وكمان بدي فسر لكل المشاهدين. صح. الهيد نوت. الهيد نوت اللي هي معمولة من الفروتس. أوكي. وإليسا اختارت الفروتس هالثلاث مكونات اللي هي التفاح والمندرين وعنا الدرق، وهول الثلاثة الفواكه روايحهم جدا قوية وثابتة، وريحتهم بتضل ريحة الليمون مثلا دايما بتضل فاحة، وقتها بتكون موجودة دغري بتكون طالعة ما فيك تخبيها. صح. مزبوط. والدرق ذات الشيء. مزبوط. عشان هيك اختارت هالثلاث فواكه لتحطهم بالهيد. أوكي. هلا نحن أول ما منشم الفروتس. أوكي. بس لا يبرد الفروتس، لأنه العطر نحن منقول أنه بيبرد، بتبلش ريحته بتثبت. أول شيء بيكون الدوز كتير قوي، بعدين ببلش بخف تدريجياً ليوصل على الهارت. إلى شيء سر، إلى شيء تركيبة معي، يعني أنه نحن أول شيء اختارت الفروتس أنه شيء خاصه بالأكل، خاصه بالذوق، خاصه بحاسة التذوق. في شغل كتير مهمة لازم أنا أخبرها للسيدات او لاي شخص بيستعمل عطر، واكثريه العالم بيستعملوا عطور نساء او رجال. كل العالم بتفكر انه هي لما بتشم الريحه بتشمها من مخارها. هذا شيء منه صحيح، لانه العطر بيتذوق، يعني لما بتشميه بتحسي فات على قلب تمك. في خليتين هون هن اللي بيتفاعلوا لتشوفي اذا انت تذوقت العطر طي ايه او لا، يعني اذا الانجريدينت اللي بقلبه المكونات حبيتيها او ما حبيتيها. اوكي. بقى نحن ما بنشم بالانف، بنشم بتمنا، حتى انت عم تمي بتبلعي ال مزبوط. ردة الفعل دغري اول شغله بتعمليها بعد. صح. ما تشمي البرفيوم دغري بتبلعي بالريق. صح. عشان هيك هيدا محطوط بالهيد اللي هو المنطقه هاي. اوكي. وبعدين في عنا ثاني مرحله الفلاورز. اذا بتحبي الفلاورز هن الفلاورز هن كمان ثلاثه انجريدينتس. شو بنسميهم؟ اي عنا الهيد، وهيدا الهارت. الهارت اللي هو القلب. اوكي.
واكيد ما في حدا ما بحب الفلاورز وما بحب ما في حدا ما بحب انه الريحه تفوت على قلبه دغري بهي دول الانجريدينت انا متاكده انه هيفوتوا على قلبنا اوكي فاذا الانجريدينتس لسبب ليش هيفوتوا على قلبنا لانه الجاسمين كل الشعب العربي او الجاز بحب الجاسمين اوكي هذا الياسمين المصري المصري نعم وإذا بتشوف الياسمين كتير فلاورز كتير فيمينين كتير ليديز كتير ناعم وريحته جدا فواحة عزيزة بدي أقول شغلة أنه نحن بالعادة إذا بنكون ماشيين على الطريق وبيكون في شجرة ياسمين بمجرد ما نشم الريحة بنبقى عم نتلفت حوالينا لنشوف بتقط فيها دغري بتشيليها من وين جاي هالريحة الحلوة مزبوط بعدين عنا وفي عنا زهرة الليمون زهرة الليمون شو اسمه وردي جدا مهمة بنستعملها حتى فينا نحطها بقلب أكلنا نعمل منها المزاهر الموارد زهرة جدا يعني قديمة كتير وكمان ريحتها بتضل ريحتها جدا قوية وكل ما ضلت كل ما صارت أجمل وأركز وأركز هلأ بالآخر بدنا نحكي عن الزهرة الثالثة واللي هي أغلى زهرة أغلى زهرة وجدا نادرة نحن كنا قلنا للمشاهدين أنا كنت قلت لهم بالبداية أنه هالعطر ألدليستا بيحتوي على مكونات ثمينة جدا وغنية ونادرة وهذا بالفعل هو الشيء اللي عم نقدم لهم إياه عم نفرجيهم إياه قدامنا هلأ يعني البلغاري هي هالوردة اللي جدا حلوة ولونها كتير حلو جدا غالية ثمنها كتير غالي ونادرة حتى إذا بتشوفي ما فيها كتير فلاورز فيها كم فلاورز وما بتطلع دايما عشان هيك أليسا اختارت شيء يكون نادر وأي سيدة حبت تستعمل الألدليسا تعرف إنه هي عم تحط أشياء جدا ثمينة ونادرة ريحتها كتير حلوة حتى إذا بتحطيها بغرفة النوم بتلاقي الغرفة كلها عندك طالعة ريحتها حتى هلأ باستوديو يعني ريحتها كتير طالعة كتير حلوة نعم. هلأ رح ننتقل على رح ننتقل على البيز واللي أوكي. هو أهم بارت أوكي بس أنا حابي قبل ما نبلش بالبيز حابي ترجع تشمي لي ريحة البرفيوم أوكي بتحسيها عم تتغير ايه بالفعل يعني البرفيوم وهذا بصراحه كنا عم نحكي عنه قبل بشوي انه الغريب بالبرفيوم اول ما بتحطيها بتشمي ريحه بعد شوي بتشمي ريحه بقى ثاني بالاخير بتصير ريحتها كانها مختلفه جدا لما عن لما بترجع بتشميها مره ثانيه بتكوني عم بتفكري اني انا حبيتها او ما حبيتها ايه؟ عشان هيك نحن استعملنا الفلاورز اللي هو بالبيز تاع الهارت اوكي وهلا رح ننتقل على البيز اللي هو البيز. اهم منطقه واهم شيء بالعطور اللي هو اكثر شيء هذا اللي كنت عم بتقولي لي بالاول انه نعم. اهم بارت اهم بارت هو البيز نوت. نعم اوكي لنحكي بالتفصيل عن البيز ليش هو اهم بارت لانه الانجريدينت اللي اختارتهم اليسا مع النوز رندا حمامي اختاروا المكونات اللي هي جدا نادرة جدا غالية ثمنها جدا غالي وبنفس الوقت نحن كشعب العربي منحب كتير هالنوع الـ الـ صحيح الأورينتال بالشرق كله منحب نعم. منحب هالبيز أو هالنوع من العطور بالنسبة للبيز هلا لما أنت بتشم العطر أول مرة وتاني مرة ايه؟ بعدين بتحس اللون خلاص ثبت أوكي. وما بيعود بيروح وهو هذا الانجريدينت اللي بقلبه هو اللي مخلي العطر جدا مركز أوكي. في من بيناتهم الساندال خشب الساندال اذا بتحبي تشمي ريحتها بتشوفي ريحتها قديش حلوه هلا انا دائما بعرف انه في خشب الساندال بقرا مثلا على خاصه على العطور العربيه انه في عنا بالعطور العربيه كلها بنستخدم يمكن خشب الساندال بس هي اول مره بصراحه بشوف الخشب الساندال نحن حبينا ريحته ريحته طالعه دغري يعني بيميز الشغله بتعرفي انه كل المكونات ريحتهم بارزه وبالاخص هلا البيس نوت اللي عم نحكي صح عنه. صح اوكي هذا خشب الساندال هذا خشب الساندال بعدين في عنا المسك اوكي هذا المسك اذا بتحبي تشوفي ريحتها وكلهم هذا المسك الاساسي ولا المسك المعطر لا بعرف انه في اثنين هذا المسك الاساسي
هيدا المسك، صار عندنا خشب الساندل والمسك، والمسك، وفي عندنا العنبر. انت بتعرفي العنبر جدا نادر وريحته ابدا ما بتروح، حتى يعني انت اذا بتمسكيها بايدك بتروحي بدك تغسلي ايديك ما بتروح لانه جدا مركز. بقى انت تخيلي انه هيدول الانجريدينت اللي جدا ريحتهم مركزه موجودين بالعطر. هيدا العنبر، وهيدا العنبر كمان ريحتها كتير قويه بس حلوه كتير. هذا العنبر، وفي عنا الفانيل. على الفانيل، اوكي الفانيل. الفانيل انا دغري رح اخذ الفانيلا وشمها، رائعه. فاذا نحن هيك بنكون حكينا عن البيس نوت، حكينا اول شيء عن الهيد نوت الهارت، واخر شيء البيس. نعم. مشاهدينا بدي اقول لكم انه مع هالمكونات اللي تعرفتوا عليها انا وياكم سوا، بدي اقول مع الدليسا ومع عزيزة، هي اللي رح تخليكم تتاكدوا انه هذا هو العطر اللي رح يناسبكم على الاكيد. اذا ما بيناسبكم لكم يمكن اكيد رح يكون مناسب لناس كثير بتحبوه لتقدروا تهدون هيدا الست. عزيزة بدي الفت نظر شغلي، نحن كنا عم نحكي انه اكثر اشخاص عم يشتروا هيدا العطر هن من الرجال. صح، لانه بحبوهم كثير عشان ياخذوهم يا اما خطيبتهم يا اما مرتهم زوجاتهم. اكيد اكيد. فاذا مشاهدينا عطر كثير حلو، كثير مليء بالانوثه بالاثاره، رائع ريحته بتضل يعني طالعه ظاهره. العطر لتختاريه لازم تشوفي حالتك شو. امرار بتحبي العطور الفريش، بتكون حالتك ميبي سعيدة أو حاسة أنك كتير فريش والدنيا صيفية. صحيح. وأمرار بتختار العطر يكون هيك أو دو برفيوم، في إنجريدينت مركزة أو إنجريدينت بتحكي عن حالتك النفسية. إذا كنت مثلا كتير مبسوطة أي نوع من العطور بختار؟ إذا كنت كتير مبسوطة حسب أنت شو بتحبي. إذا في أو حسب شخصيتك يعني. حسب شخصيتك. في ناس بتحب إذا كنت كتير مبسوطة بتحب العطور المركزة، في ناس تانيين لا بحبوا الأشياء الفريش الليموني الفلوري. بقى كل إنسان لازم يختار العطر حسب نفسيته. عشان هيك أليسا لما اختارت ألدليسا اختارتها حسب نفسيتها العاطفية اللي هي كانت موجودة. حسب النفسية العاطفية. طب نعم. مين هي مين بتعكس شخصية مين بتعكس ولأي عمر وأي سيدة فيها تحطها ولا بتناسب سيدات أكثر من سيدة؟ العطر أو البرفيوم ما في له عمر. أوكي. كل واحد حسب هو شو بتتقبل نفسيته، ومش لأعمار صغيرة أو أعمار كبيرة. أكتر شيء اللي بيكونوا بحالة حب بحبوا الأشياء السويتي اللي فيها فانيل اللي فيها مسك اللي فيها عنبر، لأنها عطور دافية يعني المكونات دافية، بتحسي فيهم بحمامية، بتحسي أنه أنت حطيت عطر قوي عم تقدر تشمي، عم تقدر تحسي فيه مثل ما عم تحسي بالعطر اللي كنت عبولها. بدك ريحة، حتى ريحة بتفوت على قلبك. صح. العطر. صح. بيفوت على قلبك. وبعدين بدي أسألك، أنت أول شيء قلتي لي برجع بقلك ليه. نعم. عطيتي لي اياها. هيدي الشغلة كتير مهمة. في كتير ناس برشوا العطر هون. أوكي. هيدا غلط، ما لازم ينرش العطر هون. وقت اللي منجرب نحن، لأنه هون بهاي المنطقة بهاي البارت إذا رشيت العطر ما هيعطيك أي أسنس، لسبب لأنه هون النبض تاع القلب. أوكي. لما أنت بتحطي العطر بتعملي له بهالطريقة، العطر بصير شوي دافي، بيقدر يعطيك شو اللي أنت حاببتي، شو اللي أنت حاسة فيه بقلبك، لأنه هو في الشريين تاعين القلب. يعني دغري على شريان القلب. في عندك مطرحين لازم تحطي فيهم العطر، يا أما بالطريقة اللي هي ورا الدينين، لأنه مثل ما حكينا بالأول في خليتين هون بيشتغلوا على الدماغ، بيشتغلوا على القلب، بيشتغلوا على البيز. يا أوكي. أما بهاي البارت اللي هي بتشتغل على القلب. هلأ رح نرجع على ألدليسا. نعم. لنرجع نحكي عن الديزاين، عن هالتصميم البسيط وإنما الأنيق اللي كنت عم بحكي عنه واللي عن جد بيشبه أليسا. إذا شايفة مثل مسكة الإيد. صحيح. حجمها كتير صغيرة لأنه إيد السيدة منها كبيرة. نعم. بدها شيء يمسكها ما يكون very hard أو شكله ما تكون ضيقة، يعني تكون أبداً. عملية. تكون عملية كيف ما مسكتها تقدر تستعملها. وحتى كمان البوتلز كتير transparent. صحيح. هذا بيوحي عن الصفاء اللي هي كانت فيه. وبلس انت احلى شيء الواحد لما يكون عنده انينه برفيوم يشوف لون البرفيوم.
أوكي. لأنه حتى لون البرفيوم بيعكس لإلك إذا هيدا البرفيوم أو دو تواليت أو أو دو برفيوم. أوكي. عشان هيك هي عملته كتير ترانسبرنت، فحتى أوكي. نحن نشوف إنه لون الإنجريدينت أو لون المي اللي جوا منها فاتحة شوي غامقة على قد ما هي مركزة. على قد ما هي مركزة. هون بدي أرجع أقول نحن حاطين، قلتي لي قد إيه نسبة التركيز؟ نسبة التركيز مع الإنجريدينت إن توتال 79. أنا هون رح فرجي كمان للمشاهدين هون مع الزيت. نعم. الإنجريدينت أو المكونات ريحتهم رائعة. إذا شفتيها هيدول النتفة اللي موجودين داخل القنينة، حتى القنينة اللي نحن حاطين فيها الأويل ترانسبرنت، هيدول الأويل أوكي بفرجونا قديش العطر أودب، يعني قديش العطر مركز وقديش ريحته ثابتة. هيدول اللي هن 79 تركيز محطوطين بقلب الباتلز، بقلب القنينة. اوكي، يعني نعم. هيدا الزيت نعم. بيكون هو محطوط، هو الاسانس، هو يعني الخليط تاع الفروتس تاع الفلاورز وبنفس الوقت تاع العنبر الساندال المسك والفانيليا اكيد، ومن بعدها بيرجع بينضاف للالكوهول. نعم. اوكي، بدي ارجع هلا للباكجينج مره ثانيه. سوري انا كنت قطعتك. كنا عم نحكي الباكجينج، كنا عم نقول عنه كمان انه ميز. بدي احكي عن بالاحرى عن الديزاين تبع هالزجاجه اللي صممته قلنا سيلفي دو فرانس. إيه؟ سيلفي دو فرانس كمان بعرف انه عامله العديد من الزجاجات. نعم. والتصاميم للعطور العالميه. من العطور اللي عاملتهم هي لوليتا لامبيكا، عامله تيري موغلر. حتى اذا بتشوفي اللي هي مصممت لها القنينه لاليسا، صحيح، حطت لها شيء كثير سبيشال هي بتحبه. أوكي. وهي بتستعمله بكل التيابة، بالإكسسوريز، بالشوز تبعولها، بالباكس، اللي هو شواروفسكي. الشواروفسكي. أوكي. نعم، مختارة للشواروفسكي الترانسبرنت اللي هو بيوحي على نقاء الحالة اللي كانت هي فيها. أوكي. وبلاس في عنا هيدي اللي حطينا بنص القنينة اللي هي شكلها مثل شكل البريسلت اللي هي بتحبها كتير، أخذت نفس الديزاين وحطته بالقنينة ودخلت بقلبه الكريستال. عزيزة بقى نخبر المشاهدين عن البودي لوشن اللي بيجي بقلب الجيفت سات مع ألدي ليستا. البادي لوشن اللي موجود معنا جدا مركز لانه موجوده نفس المكونات الموجوده بالعطر. أوكي. زائد انه هو مرطب للجسم، وانا هجرب لك شوي منه لتشوفي قديش ملمسه حلو على إيدي. وناعم، وبنفس الوقت اذا بتشوفي ريحته جدا مركزه. واللي وكيف بدك تستعملي للبادي لوشن، انا بنصح اي سيده بدها تستعمل البادي لوشن فيها تستعمله اي وقت، وكثير حلو اذا بتستعمله بعد الشاور وتحط فوق العطر ليثبت الريحه اكثر، وبنفس الوقت بيعطي نعومه للجسم. اكيد نحن قلنا انه هو بيبرز ريحه العطر كمان، بيبرز ريحه العطر وبيثبتها اكثر، لانه هو لما انت عم تحطي البادي لوشن في نفس المكونات فوق العطر بصير ريحته ثابته اكثر، نفس الوقت إذا بتشوفي ملمسه شو ناعم. شكرا لك كتير عزيزة لانضمامك معنا اليوم بالاستوديو، ولأنك خبرتينا عن ألدي ليستا وعطيتينا هالمعلومات المفيدة والشيقة عن العطور. وأنا كمان كتير بدي أشكركم وأشكر عالم التسوق لأنكم استضفتوني بالحلقة معكم وحكينا عن ألدي ليستا، وأنا بتمنى أي سيد تجرب العطور وتشوف أنه كل اللي حكيناه عن الإنجريدينت الموجودين بقلبها لح تجربه ولح تحبه كتير، وشكرا كتير لألكم. تمتعي بأنوثة ساحرة مع عطر ألدي ليستا والمصمم خصيصاً لرمز الأنوثة والجمال إليسا. ألدي ليستا عطر ذو رائحة أخاذة، فهو مزيج بين رائحة الفواكه والزهور والعطور الشرقية. ألدي ليستا مقدم من أفخم بيوت العطور الفرنسية جورج ستال. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك، وأنا جنبك راضية ومكانك. يفتتح العطر بمزيج من روائح الفواكه ما بين نضارة اليوسفي المعزز بحلاوة التفاح الأخضر ونعومة الخوخ.
أما جوهر العطر فهو يحتوي على باقة من الزهور تتألف من زيت الياسمين الممزوج مع الليمون وزهرة البلغاري. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع لي. مع إضافة اللمسة الشرقية بإضافة أغلى أنواع المسك والعنبر لتجعل من إل ديليسا عطراً عصرياً يجمع بين رائحة الفواكه والزهور المنعشة وأصالة وقوة العطور الشرقية. دللي أنوثتك الساحرة مع عطر إل ديليسا. مشاهدينا اليوم بعالم التسوق عرفناكم على عطر خاص بأليستا، هل عطر بيوصلكم أو فيكم تحصلوا عليه حصريا من خلال عالم التسوق بهالباكج أو الجفت سات الرائعة اللي بتضم زجاجة العطر بساعة 100 مليلتر بالإضافة للبودي لوشن أو المرطب بساعة 200 مليلتر. بدي أرجع أذكركم أنه أهم شيء بيميز عطر إل ديليسا هو المكونات الغنية الفريدة والنادرة اللي بيتكون منها، أنه هو مزيج من الفواكه الأزهار وسحر العطور الشرقية الرائعة واللي بتضل ريحتها لساعات طويلة أو حتى لأيام عديدة على جسمنا وعلى تيابنا.